نظم حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية مؤتمرا جماهيريا بالمدينة الشبابية بأبو قير لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بحضور أعضاء الحزب والسياسيين والمثقفين بالإسكندرية. وأوضح حزب مصر أكتوبر أن هذا المؤتمر يأتي للتأكيد على أن الرئيس السيسي هو المرشح الذي تستحقه مصر لما قدمه من إنجازات وتطورات في مختلف قطاعات الدولة وتوفير الأمن والاستقرار وحماية مصر من المخاطر والحروب.